منورني. صباح النور. بعد اذنك انت هتسيب لي المفتاح بس علشان ده جراج بتاع سكان، فلو حد جه عاوز يركن في مكانه اطلعها انا، ما تقلقش يا باشا. انا هغيب نص ساعه بس، هجيب طلب وهي. نص ساعه بس؟ نص ساعه. ماشي يا باشا اتفضل. مفتاحك بقى. هي مسافه بس نص ساعه وهاجي على طول. ماشي يا باشا، هتيجي تلاقيها عروسه. الصلاه على النبي. اهو ده المفتاح معاك اهو، تمامكم هنا بعد نص ساعة، الراجل جاي كمان نص ساعة. ها ماشي، اتأخري لو في حاجة. 200 خلاص بسرعة. ماشي ماشي بسرعة. ماشي ها، ما تتأخرش يا واد التوأم. يا محمود فين العربية يا معلمة؟ ايه يا باشا؟ منور يا باشا. بص منوري. اصل انا هقول لك يا باشا ايه اللي حصل. ده كان في حته ثانيه؟ لا يا باشا، انا حبيت ان انت تعمل خير. في واحد دخل عليا معاه امه غلبانه وعيانه عاوز يوديها المستشفى، فقال لي لا مؤاخذه هياخد العربيه بس قيمه 10 دقائق ويرجع. هما زمانهم جايين يا باشا. عربيه مين؟ العربيه بتاعتك يا باشا. عربيه انا؟ ايوه يا باشا، ما هي كانت واقفه صف ثاني، فقلت هي عربيتك. امك بتصرفي في العربيه عربيتك؟ يا باشا انا ما صرفتش فيها، هما انا قلت يعني تعمل خير معايا يا باشا. خير ايه؟ يخرب بيت امه، ايه مال انا؟ يا باشا هما زمانهم جايين دلوقتي. زمانهم جايين؟ انا عايز العربيه. يا باشا ما هي العربيه جايه دلوقتي. فين العربيه اللي جايه دلوقتي؟ اوه يا محمود، يا واد يا كريم. محمود مين؟ الله يخرب بيت محمود على مش محمود. فين العربيه يا باشا؟ هما جايين يا باشا، ده عمل خير يا باشا، عمل انسان. الله يخرب بيتك. العربيه في ايه؟ عربيه ايه يا باشا؟ اصبر بس. عربيتي يا باشا، هما جايين دلوقتي يا باشا. اهو اهو الحمد لله. الواد كريم. نهار اسود ومنيل. في ايه يا واد يا كريم؟ ايه اللي اخركم؟ فين محمود؟ يا معلمه إيه؟ عربيه بنت جايه راكبه عربيه وداخله عليا، جيت عشان افاديها رحت لزقت في شجره. الموتور طار بالنص الاولاني، شكلها ولع نار العربيه. العربيه ولعت. ومحمود فين؟ محمود مين الله يخرب بيتك؟ عربيه مين اللي بيتكلم عليها؟ عربيه مين اللي بيتكلم عليها؟ معهوش رخص خالص يا معلمه، راحت يعني الحكومه قفشته ودخلته الحجز. الواد اللي حلت اتاخد يا ابني. العربيه فين؟ الله يخرب بيت محمود. حلتك ايه؟ لازم تقول الكلام ده قدامه. العربيه فين؟ ما ده عربيتي. صاحب العربيه بيتك. العربيه فين حضرتك؟ صاحب العربيه. ايوه انا صاحب العربيه. العربيه فين؟ انت بس يا باشا. يا باشا ربنا يعوض عليك بعربيه. يعوض عليا ايه؟ بقول لك يا باشا انا ماليش دعوه. انا ماليش دعوه يا باشا. يا باشا ربنا يخليك. اتفضل يا باشا اتفضل. نص ساعة ربنا يخليك. نصايه كده؟ طب معلش بس انت جراج خاص بتاع السكان هنا، عشان لو حد جه اقدر اركنها له هنا. سيب لي بس المفاتيح. ربنا يسعدك. مفيش مشكله. ربنا يخليك يا باشا، هترجع تلاقي زي الفل يا نجم. الله يبارك. ان شاء الله. شكرا. لا العفو يا باشا، العفو. على مهلك يا باشا. على مهلك. على مهلك. خد عودي. فدي عليه انت وكريمك تتاخروش. ها ماشي. الزبون هيغيب نص ساعه. نص ساعه بس؟ يلا خلص ده. هو انت تديني ايه؟ 100 جنيه عاميه. حاول بس تتاخروا شويه. لا ماشي يلا بس ما تتاخروش. يلا يلا بسرعه. هلا السلام عليكم يا حاج. يا حاج. ها يلا استاذنك بس عربيتي. عربيتي لا سبتها. عربيتي فين؟ انت حضرتك جبت لي عربيه؟ لسه انا سايبها لك. لسه بقول لك هطلع نص ساعه ونازل لك. فين العربيه؟ صح صح صح. مش العربيه الحمراء؟ بالظبط كده. انا عايز عربيتي اللي انت ما قلت لي هغيب نص ساعه. الله ينور عليك. بالظبط كده. لو قلت لك هغيب نص ساعه وانزل، عربيتي فين؟ وانا قلت لك ان ده جراش عمومي وكده وسيب لي المفاتيح. هو مش بعيد معاك الكلام. عربيتي فين؟ معرفتك بس. انت مش بتعمل خير؟ الحمد لله بعمل خير. طب حضرتك بس ان في واحد بس واحد من صاحبنا هنا امه تعبت فراح يوديها المستشفى. فكان بس العربيه يوديها لحد المستشفى ويرجع. انا مالي؟ هي عربيه نقل موتى؟ ايوه بس حضرتك يعني ما فيهاش حاجة يعني. ده بيتين وجاي. هو أنت بتتصرف في العربية من غير ما تقول لي؟ يا عم طب الراحة يا عم. هو بيعمل ده بيعمل هو راح يتفسح. ده راح لود واحدة. أنا مالي؟ أيوه مالك إيه بس يا باشا؟ أنت برضه يعني أنت لو مكانها هتعمل كده يا باشا. يا باشا أنا هعمل كده في عربيتي مش أنت اللي تعمل. أيوه حبيبي. بتتصرف في العربية ليه؟ يا حبيب قلبي بقى عربيتك برضه زي عربيتنا يعني. لا مش عربيتك. أيوه حبيبي بس طول بالك، دي وستي عيانة ومستشفى وكده يعني. يا باشا
ما بقول لك هي دي عربيه تاني. ما انت انا مالي يا رب يسوقهم يا رب يسوقهم. اهو فين يا ده كريم؟ آه معلم دلوقتي إيه؟ محمود واحنا ماشيين فبت كبست علينا فاحنا طبعا جايين عشان نفاديها. ايوه ايوه يا معلم. جميله جميل. احنا لازقين في شجره الموتور طار بالنص الاولاني العربيه ولعت. العربيه ولعت يا معلم. عربيه مين اللي ولعت؟ العربيه ولعت. انهي زفت على دماغ امك اللي بتقوله؟ عربية ايه؟ تغلط في امي انت تعرفه عشان تغلط فيها. يا عم خلص بقى عشان ما تدكش على وش امك. ايه؟ صاحب العربية؟ صاحب العربية؟ ايه العربية؟ عشان اقسم بالله هجيب المباحث اطلع. انت عارف العربية دي عليها ست دقايق احنا ماشيين اهلك يا باشا. فين العربية؟ فين العربية؟ فين العربية؟ انت فين العربية؟ اه خلاص بقى يا باشا خلصوا. ماشي نص ساعة ساعة الا ربع بالكتير. الراجل قال ساعة الا ربع بالكتير. انت بتطلب كتير. وبعدين انا بقول لك يا اخويا هما 200 جنيه كتير في الزمن ده. ربنا يسهل. سهل مأموريتك. افتح له الباب من جوه. الراجل شكله قافل بيبان. اه يا محمود قال لي ساعة الا ربع انت وكريم. ماشي العربية فين؟ اهلا يا باشا. بص يا باشا اصل احنا عندنا البت جمالات اخت محمود اللي بيشتغل معايا هنا عايزه تروح للكوافير عشان فرحها عبال عندك النهارده. فاحنا ايه اديتهم يعني العربيه هيودوها للكوافير وراجعين على طول. وانا مالي بالكوافير ومالي بالعروس؟ انا عايز عربيتي. عربيتي فين يا باشا؟ ده ديت خير. ده انا خليتك تشارك في خير. يعني البت جمالات تروح على رجليها للكوافير؟ ايه انت بتستهبلي؟ انا بستهبل ليه يا باشا؟ انا بعمل خير. يعني ايه المشكله يعني؟ يعني مالي بالخير ومش بالخير؟ انا عايز عربيتي انا. حضرتك بدل ما تطبق ايديك كده في 5 جنيه وتديها لاي حد انا خليتك تعمل خير كده لوجه الله. انت هبله ولا بتستهبلي ولا ايه؟ فين العربيه؟ ايه هبله دي يا باشا؟ انا معلمه وقد الدنيا يا باشا. هبله كده ايه يا باشا؟ انت مش عاجبك المعلمه اللي قدامك ولا ايه؟ فين عربيتي يا باشا؟ قلت لك العربيه جايه. العيال جايين دلوقتي. يلا هات العربيه دلوقتي. ماشي يا باشا خلاص بالراحه ما تزعقش يعني. لا ده استهبال ده. انا ست مش قليله يا معلمه. حصل مصيبه. هي منجس هي وش المصايب. رايحين نوصل العروسه الخوافير انا ومحمود. آه. تمام. آه. واحنا راجعين بقى ده عملنا حادثه كبيره قوي. هرس والعربيه اتدشدشت والموتور طار ودي ولعت قدام عينينا. ومحمود فين؟ الحكومه خدته عشان البيع ما هوش رخص. يا لهوي. اه هرس. عربيه مين؟ عربيه مين؟ لازم تقول قدامه. لازم تقول قدامه يا احمد. انت عارف ده مين؟ ده مين ده؟ ده صاحب العربيه. ايه انت اللي خدت العربيه؟ يا لهوي يا لهوي. ايه يا عم مش شايفني مندمجه؟ مش شايفني عمال اقول الدل على كيفك؟ ايه يا عم بتقطع حبل افكاري ليه؟ ايه وانت قاعده مكان التاكسي؟ التاكسي كان هنا. تاكسي مين يا عم؟ انا شفتك قبل كده. ده انا مديك المفتاح من نص ساعه بالظبط. انت هتلبسني تهمه ايه؟ انت اديتني انا مفتاح؟ ايه ده؟ امال اديت لي مين؟ يا لهوي لا مؤاخذه. ايه؟ اصلها راحت مني. انا افتكرتك انت بتاع التاكسي اللي اديتهولي بأمارة. ما قلت لي ايه؟ قلت لك سيب لي المفتاح علشان صف تاني. صح. انا بقى بالصلاه على النبي عملت لك بيه مصلحه كده. مصلحه ايه؟ فين التاكسي؟ البت حلاوتهم اخت محمود. حلاوتهم منهم ولا بيت مين؟ انا هزفها. ده دافع جوز ميات. انا 100 وانت 100. فين التاكسي يا عم؟ زمانهم جايين دلوقتي يا ست. انا عاوزه دلوقتي. هتاخد 100 مش بدل ما انت كنت مطلع. ولا 100 ولا 200. ده التاكسي بتاع مين؟ ولا 100 ولا 1000. ده باين عليها مجنون. يا ست حصلت. ايه اللي خير يا وش المصايب؟ انا ومحمود. اه هو ده محمود؟ انا ومحمود صاحبي. ايوه محمود اللي كان معاك الكوافير. آه. عشان الفرح قلنا. آه. برضو نقيس. رحنا بنت كسرت علينا قلنا نفاديها بس البنت زي القمر. آه. العربيه دخلت في شجره النص الاولاني طار والموتور. العربيه ولعت. العربيه ولعت يا معلمه. وفين محمود يا ولا؟ محمود الحكومه خدته عشان ما معهوش رخص. محمود خدته التاكسي بتاعه ولا بتاع مين؟ انت بتاع مين هو؟ هو انت مين؟ انا اللي مين؟ انت مين يا باشا؟ انت مين؟ اه انت بتاع التاكسي. انت لازم تقول قدامه ده سواق التاكسي. تاكسي ايه؟ انت بتروح عم انت. اقول لك اقول لك والنبي 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 اقول لك بالك علينا. انت ده مصطوم. اقول لك هجيب لك تاكسي تاني.